جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع عبد الكريم بوطرميخ. الأخ عبد الكريم يسأل جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: لقد سبق وأن أكلت يومين من رمضان عمدا، وهذا منذ مدة طويلة، حيث كنت لا أدري حقوق الله علي، لا صلاة ولا ذكر ولا أكاد أعرف شيئا عن الإسلام، واليوم والحمد لله أعلنت توبتي أمام الله وندمت على ما فات وتحسرت لذلك، فما قولكم أنتم يحفظكم الله في ذلكم اليومين جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك سائر المسلمين على الحق. وأما عن اليومين اللذين أفطرتهما يجب عليك قضاؤهما، تقضيهما وتطعم عن كل يوم منهما مسكينا عن تأخيرهما إلى ذلك الوقت، ونسأل الله لنا ولك القبول والمغفرة. يا الله. نعم.